في أكبر استعراض حتى الآن للمعارضة التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر إلى الإطاحة بما وصفها حكومة الفساد. وفي استجابة لدعوة الصدر احتشد نحو 200,000 شخص يوم الجمعة عند مدخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط بغداد، مطالبين بالإصلاح وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد. وقال الصدر الذي تسيطر كتلة الأحرار التي يتزعمها على 34 مقعدا في البرلمان وثلاثة مقاعد وزارية، إنه ينبغي منح مستقلين أكفاء الفرصة وتنحية من أخذوا العراق إلى الهاوي على حد وصفه. لا بد من إعطاء فرصة لأناس أكفاء مستقلين مختصين، وأن يتنحى كل الذين أوصلوا العراق إلى الهاوية. وهدد الصدر الذي لرأيه تأثير على عشرات الآلاف من أتباعه، ومنهم مقاتلون حاربوا القوات الأمريكية في عام 2006 و2007، باقتحام المنطقة الخضراء إذا لم يتحرك رئيس الوزراء. وتضم المنطقة الخضراء مقر الحكومة والسفارات الأجنبية، ومنها سفارات الولايات المتحدة، وأصبحت أيضا رمزا لعزلة حكام العراق عن مواطنيهم. وتعهد العبادي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية بعد احتجاجات ضخمة في الصيف الماضي، لكن سرعان ما واجه تحديات قانونية ومقاومة للتغيير. وفي الشهر الماضي تعهد رئيس الوزراء بتعيين وزراء تكنوقراط محل وزراء عينوا على أساس الانتماءات السياسية، لكنه لم ينجح في الوفاء بهذا التعهد والآخر، لتزداد خيبة الأمل تجاه الحكومة. وألقى العبادي باللائمة على الكتل السياسية، وقال إنها لا تزال متمسكة بوزرائها، وإنه لا يمكن تنفيذ إصلاحات في ظل هذه الأوضاع. رحاب علاء، رويترز.